مشاهدينا، وللحديث أكثر عن المخاوف والانتقادات من تأسيس مجلس شيو شؤون العشائر الداعمة لميليشيا الحشد، معنا من اسطنبول الأمين العام لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق الشيخ أحمد الغانم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، حيا المشاهدين الكرام. حياكم الله. يعني لماذا تحتاج ميليشيا الحشد إلى تأسيس مجلس في العشائر بهذه المهمة التي أعلن عنها، مجلس شؤون العشائر الداعمة لميليشيا الحشد؟ لماذا يتم تأسيس مثل هذا المجلس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة لابد أن نوضح أولا أن الشعب العراقي الثائر الحقيقة استطاع أن يهزم الطائفية التي أرادتها الأحزاب والميليشيات إلى المجتمع العراقي. نعم، هذه نقطة مهمة. وثورة تشرين استطاعت ومن خلالها على إفشال وإسقاط مشروع الطائفية في العراق، مع وعي عالي وكامل للشعب العراقي بأن الطائفية هي التي تدمر الشعوب. من هنا الحقيقة حاولت ميليشيا الحشد إلى إيجاد مشروع لترسيخ الطائفية وعسكرة المجتمع العراقي. وهذا الموضوع الحقيقة انطلق من خلال بوابة العشائر، ومن خلال تأسيس مجلس سمي بمجلس عشائر لداعم لميليشيا الحشد. نعم. والحقيقة هذا المشروع ما الذي تريده هو إيران. إيران تبحث أن تكون العشائر هي داعمة لميليشيا الحشد. وهذا نسخة حقيقة طبق الأصل من الحرس الثوري الإيراني أو الحرس الإيراني. وهذه طبعا انطلق وتأسس بحجة أنه يهتم بشؤون العشائر، وهذه العشائر هي الداعمة لهذا الحقيقة لهذه الميليشيات، ويكون حلقة وصل بين الحشد والعشائر. طيب فعليا هذا الموضوع ليس قائم حاليا، أن هناك تنسيق ما بين الحشد وبعض العشائر في العراق، لماذا تأسيس مثل هذا المجلس حاليا؟ الحقيقة مجلس العشائر، شوف الموضوع، موضوع مجلس عشائر داعم لهذا ما يسمى الحشد، الحقيقة الآن هو ينطلق من منطلق أنه يحاول أن يخلق أمن مرتبك في المجتمع العراقي. نعم. من خلال دعم العشائر، ومن خلال دعم النزاعات العشائرية، ودعم الفوضى والفتنة الطائفية في المجتمع العراقي. مجتمعات مجالس عشائرية موجودة في العراق، وهذه المجالس العشائرية تضم كل أغلب العشائر العراقية، زين. نعم. لكن هذا المجلس يختلف عن باقي المجالس، هذا مجلس داعم لميليشيا الحشد، وهذه ميليشيا الحشد هي التي تمتلك السلاح المنفلت، وتمتلك القرار. نعم. وتمتلك مقومات الدولة. لا. طيب. وجود الدولة بوجود ميليشيا الحشد، ولهذا أسست إيران ودعت إلى تأسيس هذا المجلس. هذا المجلس هو للفتنة الطائفية ولزرع الفتنة ولاستمرار النزاعات العشائرية في المجتمع العراقي. فالح الفياض أطلق تسمية أمة الحشد في ضمن كلمته، ما خطورة مثل هذه التسمية على المجتمع العراقي؟ الفياض عندما تحدث عن أمة الحشد وسماها ما يسمى بأمة الحشد، نعم، ما هو إلا زرع للفتنة الطائفية. نعم. في المجتمع العراقي، وهنا تكمن الخطورة في إحداث انقسام حاد آخر في المجتمع، رغم وعي المجتمع من هذه النوايا السيئة التي تستهدفه من هذه الميليشيات وأحزابها. نعم. وما يحدث هذه الأيام حقيقة في مناطق عديدة من العراق، في ديالى، في حجام بغداد، في منطقة أبو عيفة، من استيلاء على الأراضي والممتلكات الخاصة للمواطنين، والتي تسعى هذه الميليشيات للتغيير الديمغرافي في المنطقة، ما هو إلا تنفيذ لمشروع إيراني توسعي في المنطقة. وهذه الميليشيات أو وجدت لتنفيذ هذا المشروع. ولهذا عندما يتحدث عن أمة يقصد بأنه العشائر، ينطي في صبغة كبيرة بأن العشائر هي من تدعم وتحتضن هذه الميليشيا، وهذا غير صحيح. العشائر العراقية الأصيلة بعيدة كل البعد عن دعم ومساندة أي ميليشيات أو حزب. نعم. ولا هو خارج الوطن. طيب شيخ أحمد، هنا يعني العراق يشهد في كل يوم تقريبا بفترات متقاربة نزاعات عشائرية في المحافظات على أسباب مختلفة، ألا ترى أن تأسيس مثل هذا المجلس في هذه الفترة بالتحديد يعني لا يساعد في نزع السلاح المنفلت؟
نعم نعم الكل حقيقة يعني أخي العزيز، الكل يعلم أن تنامي نفوذ الميليشيا في الحشد، ميليشيا الحشد، وعجز الحكومة الحالية عن الحد من هذا النفوذ والسيطرة على السلاح المفلس، رغم التصريحات المتعددة من الحكومات المتعددة وخاصة حكومة الكاظم وحكومة محمد شياع السوداني الذي يصرح دائما بسحب السلاح المنفلت من الحقيقة من الميليشيات، لا يستطيع أن يسحب هذا السلاح، ولا يستطيع أن يحصل السلاح، لأن الميليشيا الحشد هي غير 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 مشمولة بحصر السلاح بيد الدولة، وهذا دليل على تستر الحكومة الحالية ومن سبقتها من الحكومات على جرائم هذه الميليشيا. وأساسا أن هذه الميليشيا الحقيقة تأسست في الوقت الذي الحقيقة وقت مهم جدا يمر به العراق، وهو أن يكون المجتمع العراقي مجتمع متماسك، مجتمع بعيد عن الطائفية والمحاصصة، مجتمع بعيد عن النعرات الطائفية. طيب، ولهذا لا تستطيع الحكومة من جمع وحصر السلاح بيدها. نعم، هنا أيضا وزارة الداخلية فيها مكتب خاص بالعشائر، اليوم تأسيس مثل هذا المكتب خاص بالميليشيات، يعني مكاتب مزدوجة بنفس المسمى، ما المقصد منهما؟ يعني أنا أكرر أقول أن هذا أن مجلس ميليشيا الحشد هو مجلس بتنفيذ أوامر إيران، شكل من أجل أن يكون نسخة طبق الأصل من الحرس الثوري الإيراني، وهذا يختلف عن باقي المجالس. هذه نقطة. النقطة الثانية الحقيقة نعم الموضوع أن الميليشيات يعني معروف دورها في المنطقة. ميليشيات تستطيع أن تقتحم نقاط سيطرة تابعة للقوات الأمنية ولا تحرك أي ساكن القوات الأمنية، والحكومة على مسمع مرأة الحكومة، وهذا الموضوع الحقيقة لا تستطيع أي مؤسسة في الدولة العراقية الاعتراض عليه. فالمجلس العشاء مدعوم من إيران وتأسس بأمر من إيران والحرس الثوري، فهو يخدم مصالحهم في العراق والمنطقة. الشيخ أحمد الغانم، لا تستطيع لا وزارة الداخلية ولا غيرها أن تقف بوجه هذا المشروع. نشكركم الشكر الجزيل الشيخ أحمد الغانم الأمين العام لمجلس العشائر العراقية العربية، في كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لمشاركتكم معنا.